السلام عليكم اخوان، بارك الله عليكم، تحياتي للجميع. الله يسخر جميع ولا جبنا لكم واحد الحاله الاخوان. ها هي فينيا ديال واحد لانتا ديال جرانادينو، هانتوما تشوفوها الاخوان. هذه اصعب حاله اللي كتكون في مرض ديال الحمام، اصعب مرض. شوف كيفاش كتزعزع الراس ديالها. هذا كيسميوها الاخوان مرض اللي قبيح، كيجي من الحمام، مرض ديال السالمونيلا، جهاز العصبي. السالمونيلا فيها بزاف ديال الامراض. المهم هذا السالمونيلا جهاز العصبي، شوفوا معاه، شوف كيما كتشوف، شوف شنو كتعمل. مرض صعيب بزاف الاخوان. هاد لانتا جرانادينوس هادات بوحديتها، فين خايفه، شوف كتعمل. شوف اصعب حاله الاخوان، هادي مرض اقبح مرض. هاد المرض هذا صعيب، ما عندوش الحل. لاش مرض السالمونيلا جهاز العصبي، ما كتبقاش تتحكم في راسها، تما كلا ما كتاكلش الحمامه، كتبقى بعض المرات كتقسم الفلافل. شوف 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 لا مرض، هذا مرض صعيب بزاف الاخوان. سباق له جاني شحال هادي السجنة، وكانت تعادت لي السجنة كاملة، بزاف د الحمام كانوا وقع لهم هذا المرض هذا، وما كانش عنده الحل، ما كيبراوش الإمارات. هذا المرض بحالو بحال بحال مرض ديال البوع النياق، نقدر نقول هذا صعيب على بوع النياق. هذا مرض السالمونيلا جهاز العصاب. غيكونوا هاد الحالات هادو سباق لهم كازو عند الاخوان. مرض خطيرة الإخوة، خطيرة بزاف، و منكذبش عليك، ماشي ما نعرفوش منين جا. مرض غالبا غالبا كيجي مرض بجوج الحاجات، الماكلة أولا الماء، الماكلة أولا الماء. شي حاجة كلات ماشي مزيانة، أولا شي حاجة شربت ماشي مزيانة، صافي. هاديك الفسقة ديالها إن شاء الله شي يومين كنت شفتها مزيانة، شني شفتها بحال اللي نقصت الماكلة، ديك اليومين صافي جاب الله تيسر. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا.